رح يكون موضوعه عن الأخطاء الشائعة اللي بتسبب فقدان علامات لأسباب إحنا يمكن يعني هيك بنكون مجهزين الريبورت وعاملين كل شيء ممكن وكاتبين بأحسن طريقة، بس في شغلات صغيرة ممكن تأثر إنها تأثر علينا بحيث إنه ننقص علامات. فعشان نتلافى هذا الموضوع، التي إيز اللي بيصلحوا أعطونا هاي المعلومات لحتى إحنا نقدر نوصلكم إياها، ويعني نحاول قد ما بنقدر نتلافى هاي الأخطاء. هلا أول شيء الكفر بيج والكبسة، لازم يكون الكفر بيج موجود. الكفر بيج وجوده مهم، حتى انه عليه 3 ل5 علامات، فهو بيعطي اول شيء انديكيشن انه انت حدا مرتب. بيعطي صوره مين اللي اشتغل الريبورت، اسم التجربه، وهي القصص كلها ضروري تكون موجوده. يعني اوفر فيو للريبورت كامل لازم يكون موجود. مكبوس، لازم يكون مكبوس، يعني هي انت عم بتسلم قطعه واحده، يعني ريبورت واحد، ما بصير يكون كل ورقه لحال. هلا الترقيم، الترقيم برضه شغله بننساها احيانا او يمكن دائما بننساها. الترقيم بيكون على جزء من العلامه حتى لو انها مش موجوده مثلا الكفر بيج، لو يمكن لو شفتوه بيكون هيك، يعني كل شغله عليها علامتها، بس الاشياء البسيطه زي هيك بتكون عليها علامات، هي ضمن الترتيب تبع الريبورت. فالترقيم مهم جدا. هلا الترقيم بيكون يعني برقم عدا اول صفحه، تمام؟ ببدأ أرقم من تاني صفحة، الكفر بيج ما بيترقم، أوكي؟ طيب، هلأ الخطأ الثالث إنه إحنا أحياناً ما بنفرق بين الأبستراكت والإنترودكشن. هلأ الأبستراكت أنا حكيت قبل إنه هي لما يقرأها الحدا اللي بيقرأ بالريبورت لازم يفهم إيش التجربة بشكل مختصر. بيكون فيها أوبجكتيف أو المين أوبجكتيف، تمام؟ بيكون فيها الواي او انه انا ليه عملت هذا الريبورت، اوكي، الهدف من هذا الريبورت، المين كونكلوجن، المين الاشياء الاساسيه جدا بالريبورت بكتبها بشكل مختصر. بس الانترودكشن لا، الانترودكشن فيها تفاصيل انا بفصل فيها اكثر، تمام؟ والانترودكشن ما فيها ريزلتس، هون بحط المين ريزلتس، اوكي، هون ما في ريزلتس، اوكي، ما بحط فيها ريزلت، ما بحط فيها ميثود، بس هون بحط، اوكي. فهلا كمان خطا انه مش لازم يتكرروا، ما بصير اكرر اللي كتبته بالابستراكت بالانترودكشن، لازم افرق مزبوط بين الانترودكشن والابستراكت. ما بصير اكرر اي شيء ذكر هون، ما بصير اكرره بالانترودكشن. غالبا الطلاب بتكتب ابستراكت بتروح بتاخذوا هذا الابستراكت، بتاخده على الانترودكشن وبتكمل عليه اساس انه هي يعني اوكي هذا زيادة حكي. ما بصير اي شيء ذكرته بالابستراكت اكرره بالانترودكشن، هذا بيأثر جدا على العلامة. طيب الكالكوليشن، هلا الكالكوليشن هي بالاخر بتكون باخد سامبل انا معينة، تمام؟ العلامات كيف بتروح على اليونتس؟ اليونتس ضروري جدا انتبه. هلا حسب التصليح، احيانا لو كان مثلا عندي 10 علامات على الكالكوليشن ممكن يكون 5 منها حسابات والخمسة التانيين يونتس، بصفي انه اكتر يعني نص العلامة عليها. وفي احيانا اذا اليونتس مش موجودة هذا ما بيتصلح، ما خلص اوكي ما باخد علامات على الحسابات اللي انا حاسبتها، اوكي هذا واحد بالكالكوليشنز. اثنين، ما بيصير اكرر لأكتر من سامبل، يعني باخد سامبل واحدة وبحسب لها، اوكي، ما بصير اكرر اضل اكرر كل يعني عندي تيبلز او مثلا عندي سامبلز كثير اخذتهم كلهم نفس الفكره ونفس الحسابات، ما بصير احسب لهم كلهم وابين حساباتهم كلهم، بحسب لوحده بس. فهذا برضو اذا تكرر الحسابات كررت انا اكثر من سامبل هذا بياثر على العلامه. زائد انه ما بصير اختصر اختصار. هلا كل خطوات الحسابات اللي انا وصلت لاخر رقم لازم اكتبها، ما بصير اختصر خطوات من عندي وانه خلص اوكي اعتبر انه هاي ضمنيه، ما بصير كل خطوه انا حسبتها لازم اكتبها لحد ما وصلت الرقم النهائي، تمام؟ فالكالكوليشنز 3 اشياء بياثروا عليهم، اليونتس، السامبل لازم اخذ واحده اذا التكرار ما بصير، والاختصار، ما بصير اختصر حسابات لازم كلها تكون موجوده. طيب هذا بالنسبة للكالكوليشنز، نركز على اليونت كتير منيح، اليونت لازم تكون موجودة. طيب هلا الريزلتس هي حكينا انها بتحتوي تيبلز، بتحتوي فيجرز، اوكي. طيب شو المشكلة اللي بتصير؟ المشكلة انه الطالب بنسى اسم التيبل ورقم، لازم اسم ورقم التيبلز يكونوا موجودين. يعني
عندي هلا اذا كانوا اكثر من تيبلز كالتالي بصير بشتغل كالتالي. عندي تيبل 1 مثلا results of boiling heat transfer، اوكي هاي الرقم هذا تيبل 1 اسمه. طيب ليه انا بعمل هيك؟ مثلا عندي هاي الفيجر 1 هذا اسمه، فيجر 2 هذا اسمه، اوكي كذلك الامر هون هذا البوينت الثاني من التجربه، فيجر التيبل 2 تيبل فوق يعني، اوكي بضل انا ارقم كل تيبل وبسميه. ليه بعمل هيك؟ عشان لما اروح على الديسكشن اشرح انا مثلا والله تيبل 4 كان كان انه النتائج تبعته هيك هيك هيك، اوكي فرقم واسم التيبل لازم يكونوا موجودين. الفيجرز مشكلتهم بالاكسس المحاور، الطلاب غالبا تنسى المحاور، يعني المحور تبع انه هذا لشو مثلا، هذا انا المحور اللي هون لشو والمحور اللي هون لشو، وغالبا بننسى اليونت تبعته. طب انا هون عندي دلتا تمبريتشر، طب سيلسيوس كلفن كذا، بحط انه ايش اليونت تبعته تمام. فالاسماء المحاور جدا مهم تكون موجوده، اذا اسم التيبل اسم الفيجر سوري ورقمه والمحاور، هدول عليهم علامات حتى لو مش انكلودد بالكفر بيج، انه مش محطوط عليهم علامات انه بفرجيك المهندس انه هو حاط عليهم علامات، لا هو فعليا عليهم لازم يكونوا موجودين. عشان اول شيء المهندس لما يقرا او حد اللي بيقرا لا بيصلحه لازم يعرف هو وين، طب هذا التيبل لشو، هذا الفيجر لشو. فهاي كثير طلاب تنقص عليها، التيبلز والفيجرز لازم يكونوا واضحين كرقم واسم وكل شيء. طيب في كمان شغلة اللي هي الريزلتس مش نفسها كالكوليشنز، ما بصير اعتبر انه هاي الريزلت كالكوليشن واقعد اعمل حسابات بالريزلتس، نو الريزلتس هي داتا او الحسابات بشكل جاهز، فيجرز تيبلز تكون جاهزة وبحطها بس بدون اي حسابات، ما فيها حسابات تمام. طيب هلا ستة اللي هم الconclusion and discussion، لازم نميز بيناتهم. الطلاب غالبا بتخربط بين الديسكشن والconclusion، انه الconclusion هو خليني احكي زبدة الموضوع بشكل مختصر، بحط نتيجة فقط نتيجة، بينما discussion هو شرح تفسير. هلا الديسكشن بيكون فيه نتائج، انا بحط النتيجة وهون بحط نتيجة، اوكي لكن شو الفرق؟ النتيجة هون بشرحها بفسرها، اوكي بحكي عنها، هون فقط نتيجة بس، واحد نتيجة كذا، واحد نتيجة كذا، نتيجة كذا، بس برقم النتائج اللي طلعت معي وبس. هون نتيجة زائد شرح، كل تيبل لازم اشرحه، كل فيجر لازم اشرحها، اوكي ما بصير انا يكون عندي بالريبورت فيجرز انا مش شرحيتها او مش ضمن الديسكشن، تيبلز مش ضمن الديسكشن، تيبل 1 بالاسم كذا لازم اكون شارحه عنه وحاكي ليش طلعت معي الداتا هيك، اوكي فهذا الديسكشن الطلاب بتخسر منه علامات لانها ما بتكون شارحه كل شيء. يعني اوكي بتكتب النتيجه، طب بعدين هاي النتيجه ليه طلعت؟ هذا هو هدف الديسكشن، انا بدي نتيجه بدي شرح، اوكي انه هاي النتيجه طلعت كذا، الاخطاء اللي صارت مثلا، هاي كلها لازم تكون ضمن الديسكشن. اذا نسينا اي جزء منها ممكن ياثر، لانه اوكي انت معطيني نتيجه معطيني تيبل بس انت مش شارح عنه، فانا شو استفدت بالنهايه؟ لا بدي ديسكشن، اوكي كونكلوجن ما تشرح ابدا، ما ممنوع، يعني هو مختصر جدا الكونكلوجن، لازم يكون جدا جدا مختصر، جمله واحده بس عن النتيجه تمام. طيب سبعة الأخطاء الإملائية والقواعدية بكثرة، هاي بتكون موجودة دائما، لازم ما ننسى إنه الريبورت لازم يكون بالباسيف، قواعديا باسيف فقط، ممنوع يكون غير هيك تمام، وإلا بنخسر عليه علامات. الأخطاء الإملائية ضروري جدا، أنا كتبت الريبورت برجع بدققه، ما يعني مش أوكي كتبت أول مرة بروح بسلمه، لا لأنه أحيانا بنغلط بأرقام بنغلط بكلمات، أوكي هي بتكون سهلة وبسيطة وواضحة بس بتأثر على الريبورت بتأثر على العلامة. هلا الوقت ضروري جدا اسلم الريبورت بموعده، ما بصير اتاخر، الليت دائما غالبا باللابات عندنا بالقسم الليت بنقص عليه 10% من الريبورت، هذا اذا يعني 10% بيكون كتير متساهلين، فبنخسر علامات بس عشان ما سلمنا على الوقت، فمهم نلتزم بالوقت. البساطه شو قصدي فيها؟ قصدي انه مش لازم اقعد اشرح والريبورت يكون عندي فايل كبير عشان ابين انه انا فاهمه، بشكل بسيط بكتب كل شيء طالع معي وكل شيء مطلوب، بس يعني بشكل مبسط بدون ما بعيدا عن السرد، انه مش انا بقعد بألف قصص جوا الريبورت، ما بصير، خلص طلع معي 1-2-3 بكتب 1-2-3 بدون زيادة وبس. هاي هي اهم الاخطاء اللي
الطلاب بتغلط فيها، ضروري نركز على الكفر بيج، ضروري نركز على الموعد، ضروري نركز على الشغلات البسيطة. إنه أنا كتبت الريبورت برجع بدققه مرة تانية، بقرأه مرة تانية، يعني بتركه شوي برجع بقرأ عشان أتأكد إنه أوكي كل شيء تمام. وبس هاي هي أهم الشغلات اللي بدنا نحكي عنها بالأخطاء الشائعة اللي لازم ننتبه لها عشان ما نخسر علامات. ويعطيكم العافية.